مشكوره ما قصرتي، فما ادري نشوف الموضوع هذا ندرسه بعد قلبه ونشوف الاجابه بعدين. يعني بالنسبه الحين انا خلص وقتي وهذا ما تكلمنا عن الشؤون، ما تكلمنا عن الاخيره الحين. كم عندي يا مخرجتنا ساره؟ عندي ابو مشاري دقيقه، والدقيقه هي لك بالتمام والكمال. انا بعدين بسكت. احنا نقول يا جماعه الاسره تواجه تحدي كبير، محتاجه دور اجتماعي رسمي وشعبي لمساندتها. هذا الدور يجب أن يكون حاضر ومتواجد يوميا في ذهن أي قيادي بالدولة وأي مسؤول في الدولة في أي وزارة. يجب يكون الشأن الأسري أمامه، لأن أنت هدفك تخدم الإنسان اللي هو هدف هذا الوطن. إنسان سليم، إنسان سليم صحيا أخلاقيا سلوكيا، سليم من أي شيء يضره. فبالتالي يجب أن يكون قضية حاضرة، ونتمنى أن الجميع يكون في هذه المتفق معنا القضية هذه، وحتى الأسر نفسها تطلع تثقف نفسها في الجانب هذا حتى نستطيع أن نحد من المشاكل اللي تواجهنا. نعم. نصل المجتمع ناجح وسعيد إن شاء الله. أول شيء خلينا نشكرك قبل لا أنهي، مشكور ما قصرت، يعطيك العافية أبو مشاري، وأثرت الحلقة بالنسبة لنا حتى لو كانت يعني مضغوطة شوي. على العموم يا أهل الديرة، العنوان المبرة مرة ثانية مع التليفون اللي حب يكتب، ضاحية الخالدية. أنت كاتب ضاحية الخالدية، منطقة الخالدية، قطعة 2 فوق مبنى لجنة زكاة الخالدية، تليفون 249 11، لا 16، 16 80 249 16 80. اللي تشوفون يا أهل الديرة قدامكم بعد تحت في البار هني، اللي بيحب يتواصل مع أخوي عدنان المضاحكة تويتر تحت، انتم تشوفونه وأنا ما أنا شايفته بس قدامكم واضح. هذا شيء. الشيء الثاني قبل لا أنهي بقول لكم عن تغريدة وصلت لي، أنا تعمدت أخليها آخر شيء. يقول الله يرحم أيام المدارس، أول كان المدرس بيد عصات ويطق يعلم ويربي، بس للأسف بهالأيام هذه ما يبون عيالهم وينطقون أو أحد يصارخ عليهم. كلامك فيه من الصحة، البعض يؤيده، هذه مدرسة قديمة يا مغردنا الفاضل العزيز، وفي من يؤيد المدرسة الحديثة، لا تطقونهم لا تعقدونهم لا تعقدون نفسياتهم. العموم يا أهل الديرة أنا شاكرة لكم ومتابعتكم لي، باكر إن شاء الله مثل ما قلت لكم كل أربعة نلتقي مع الشباب، لأن أنا متبني قضية الشباب بكل إبداعاتهم بكل صورهم، نبرزهم إعلاميا نطلعهم نوري ديرتنا فيها شباب فيهم الخير إن شاء الله. باكر موعدنا مع 2 من الشباب، خلينا نشوف هذول الشباب إيش عندهم باكر بإذن الله. وأقول لكم في مال الله، مع السلامة، الله يحفظكم.